السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي ما فهموا الفاتي أسيد حبيت أشرح لكم. هو عندنا طبعا الفاتي أسيد نوعين، ساتوريتد وان ساتوريتد، يعني مشبع وغير مشبع. إيش يعني مشبع؟ بإيش؟ زي ما أنتوا شايفين هنا، كل كربونة عندها هيدروجينتين تكمل الأربع روابط حقتها، على عكس اللي هنا المفروض هنا فيه هيدروجين وهنا فيه هيدروجين، بس شلناهم حطينا بدالهم هنا دبل بوند. يعني هي صح مكملة أربع روابط لكن ما في هنا هيدروجين، ارتبطت مع الكربونة. ممكن طبعا نرسمها زي كده، هنا 1 2 3 4 5 6 7، الكربونة السابعة كان فيها دبل بوند زي كده. أي شيء أشوف فيه دبل بوند أنا على طول أقدر أقول إنه هذا unsaturated. فلما أجي أنا أسمي، طبعا unsaturated حيكون نهاية مقطع anoic بالA، أما unsaturated حيكون نهايته إينويك بالإي. لما أجي أنا أسمي، أول عدد هنا معناته عدد الكربونات 12، وثاني عدد معناته عدد الروابط الثنائية. بما إنه هنا صفر ما في دبل بوند، مدام ما في دبل بوند أنا أعرف إنه هذا ساتوريتد كده من شكله أعرف من دون ما أحد يقول لي. فلما أجي هنا، طبعا هنا كربونة رقم 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كربونة. لما أنا أجي أسميها أشوف هنا ال 12، طبعا هذه تنحفظ 12 دوديكا، فأنا هنا حاجي أكتب دوديكا، والمقطع الأخير نويك آنويك أسيد. نفس الشيء هنا، شوف هنا 14 صفر، يعني إنه هذا ساتوريتد، فأنا ححط في النهاية آنويك. أشوف العدد عندي 14 اللي هو تتراديكا، فأنا هنا حاجي أقول تترا ديكا نويك أسيد. طيب نيجي عند الانساتوريتد، عدد الكربونات هنا عندي 16، عدد الدبل بونز عندي واحدة. طيب هذا دلتا، لما يكون عندي دلتا معناته عندي دبل بونز. فين الدبل بوند هذا بالضبط؟ عند الكربونة التاسعة. نشوف، المفروض يكون عندي 16 كربونة، نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عند الكربونة التاسعة عندي دبل بوند هنا، فلما أنا أجي أسميها أنا حاقول سيس، يعني دبل بوند اللي هو ترجمة الدلتا هذه، سيس 9 يعني عند الكربون التاسعة. وأشوف العدد عندي 16، أشوف هنا هكسا ديكا، فهنا أنا ححط هكسا دي، طبعا بدون ما أحط الـ A هنا لأنه هذا unsaturated لأنه فيها دبل بونز، فأنا حاجي أخذ إينويك سيس 9 هكسا ديكينويك. طيب هنا نفس الشيء، بما انه انا عندي 18 كربونة عندي 3 دبل بونز، فين موجودة الدبل بونز هذه؟ عند التسعة، عند ال 12، عند ال 15. فانا 3 مرات هنا مكتوب 3، انا حكتب سيس 3 مرات، سيس. طيب عند مين ومين ومين؟ طبعا هنا شرطات، معلش مو فواصل، هنا فاصلة. عند التسعة، الاثناش، الخمستاش، بعدين شرطة، بعدين أشوف العدد عندي 18. أشوف هنا أوكتا ديكا، فأنا هنا حكتب أوكتا
دي ما ححط ايه، احط اي لانه هذا unsaturated اينويك. اوكتا ديكينويك. وكده خلصنا التسميات. اتمنى اكون ساعدتكم. انا هدى الندوي من شعبة 8.